بالعملية اللي قمنا بها دروك هي عملية زرع جهاز تنظيم ضربات القلب اللي أول عملية تندير بالنسبة للجنوب بالنسبة لمنطقة أضرار. دونك هذه أول عملية وإن شاء الله هنا في ثاني عملية غادي نديروها وثالث عملية. هذه العملية هي عملية سهلة وبسيطة. قبل يعني المريض كان يتنقل حتى للشمال وهذا مكسب جديد يعني بالنسبة للولاية تاع أضرار. ونشكره كثير الطبيب الدكتور بوتمرة مختص في القلب. تأتي هذه العملية كتتويج لمجهودات الطاقم الطبي على رأسه الدكتور بوتمرة وطاقم الإدارة على رأسه السيد مدير مستشفى ابن سينا باش نوفروا هذا العناء وهذا المشقة على المرضى.